بعضيها على الحته اللي هي السيراميك. هاي شايفينها اهي مرحبات. الله يخليك. صباح الخير يا جماعه، عاملين ايه، اخباركم ايه؟ النهارده الجمعه، احنا كده بعد الصلاه مباشره، المفروض في المزرعه ياسين ومعاه مسعود بايتين من امبارح، تمام. وفجاه لقيتهم الصبح بيرنوا عليا بيقولوا لي مش لاقيين لوكا. لوكا كلب هاسكي ما بتتعاملش مع بني ادمين، ما بتحبش ان هي تتربط، ما بتحبش ان هي تقعد في بوكس، كلبه عندها حاله نفسيه، تمام. واحنا كنا بنحل المشكله دي، الكلبه فكت الليش وعفرت لما نطت من فوق البوكسات كلها، تمام، وهربت. وانا دلوقتي رايح المزرعه ومع العلم اول ما علمت اتصلت بيها، هي مستواها مش عالي ولا حاجه، تمام، عشان ما فيش حد دماغه تروح لمكان بعيد ويفكر ان احنا بنحور على حد ولا كلام من ده. طبعا ده الحمد لله مش مبدأنا ولا سمعتنا دي، تمام. اول مره تحصل، لان الكلبه دي عندها مشكله نفسيه وبتعاني منها، واحنا بنعاني منها من ساعه ما جت عندنا، تمام. بس احنا مصممين ان احنا نغير المشكله دي، فاحنا دلوقتي رايحين في طريقنا للمزرعه وهنشوف الكاميرات صورتها فين وطلعت ازاي، كل ده هنصوره معاكم، وتابعوا معانا عشان نوصل للوكا ونشوف هي فين. قدامنا اهي في الفيديو لحظات كده، شايفينها اهي، دي البوكس اللي كانت فيها اهي، تمام. وقعدنا متابعين من الساعة 3 بالليل للصبح، اهي شايفين الكلبة اهي، اهي هتيجي هنا دلوقتي، اهي شايفينها اهي، هتخش تقعد هنا ما بين البوكسات وبعضيها، شايفينها طبعا واضحة خالص في الفيديو. الكلام ده كان الساعة 8 وتلت، يعني اهي واقفة تبص اهي، شايفينها اهي، اهي اهي شايفينها كده، هي قاعدة من بين البوكسات وبعضيها على الحتة اللي هي السيراميك، اهي شايفينها اهي، عايزة تخش عند اخوها في البوكس التاني، شايفينها يا جماعة اهي. طبعا كلبة غريبة الشكل، بس الحمد لله بفضل ربنا جبناها اهي، شايفينها يا جماعة اهي، شايفينها، بصوا بتتمشى هنا وهنا وهنا، رايحة تبص هنا وهنا، شايفين اهي بتعمل حمام كمان وبتروق على نفسها وهي مطلوبه. طبعا بفضل ربنا الحمد لله جبناها، واحلى مليون مسا عليكم. وبجد الواحد جاب ميه من كل حته، بس ليه؟ عشان دي امانه، امانه قدام ربنا لازم ان هي تيجي تنجاب لصاحبها. ماشي. اوعى اوعى ما تنطلق من رقبتها. بالراحه عليك. اوعى تنطلق من رقبتها. الله يخرب بيتك وبيت امي. ليه بس كده؟ مكافأة اصطاد الكلب. الله يخرب بيتك. تعال. اللي طمني. لا تمام. بصراحة يا جماعة الكاميرات هي نعمة، بس عالية والله لك. الكاميرات نعمة. النهاردة الجمعة، والمفروض ان النهاردة اليوم بتاع مسعود وياسين، يعني المفروض هم بايتين في المزرعة صبا من الصبح. دي تنطلق من الساعة 4 الفجر، من الساعة 3 الفجر، تنطلق من الساعة 3 الفجر لحد الصبح. وأول ما تحس إن الدنيا يعني الجو اشتق، الناس قامت والناس اتحركت، تيجي هربانة من الباب اللي ورا، يعني الله يخرب بيتك.
كده؟ ليه كده؟ ما حد زعلك. يلا ماشي بيها كده بالراحه. تعالي تعالي. بس الحمد لله لما جيت من البيت واتصلوا بيا وقالوا لي تعالى كابتن اللي فيه كلبه مش لاقينها. طب دوروا يا جماعه، دوروا كتير وداخوا عليها ما لقوهاش. تعالي بس. تمام. بالراحه 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 يا جلجان. يا جلجان تعبت مني. لما دوروا عليها ما لقوهاش اضطريت نيجي. يعني المفروض النهارده الجمعه اضطريت نيجي. لما جيت اول حاجه اول قرار خدته ان ندور في الكاميرات نعرف طلع الساعه كام، طلعت ازاي، فين المكان اللي اتحركت منه. لقيتها نطت من فوق البوكس، تعالوا نوريكم بقى. نطت من فوق البوكس وتنت قاعده في المزرعه من الساعه 3 للساعه 9 الصبح. الساعه 9 بالظبط خرجت من الباب اللي ورا اول ما حست ان في حد في المزرعه، وبداوا الرجاله يصحوا من النوم، وكده كده مسعود بيبات في المزرعه. تمام. اول ما بداوا يصحوا من النوم قلقت وخرجت من الباب اللي ورا. بس الحمد لله خرجت بقى على فين؟ دي اراضي حوالينا. على فكره الاراضي دي كلها بتاعت ولاد عمتي، وكلنا هنا واحد وكلنا اهل. خرجت دخلت في قلب القطن استخبت فيه عشان ضل وعشان متداري. يلا بينا بقى لان تعبنا، شايفين الواحد بينهج ازاي؟ يخرب بيت السجاير وسنان. يلا بينا. انا قلت لها في شخصيه في الكلاب، خد بالك ان اي كلب يهرب من المزرعه هي يمكن دي تاني مره ما بيبعدش. اي كلب يا جماعه، يعني حصل قبل كده كلب من بتوعنا احنا هرب، كنا لسه جايبينه ما بقتش، بيقعد جنب المزرعه عشان صوت الكلاب. يعني ما ينفعش يبعد اي كلب من الكلاب دي. فهي فعلا ما بعدتش، هي طلعت من الباب اللي ورا من تحت الباب، عشان هي جسمها عامل شبه العرس بالظبط. طلعت من تحت الباب اللي ورا دخلت في القطن عشان تبقى قريبه من صوت الكلاب. لو هي في دماغها الهروب والبعد هربت من اول الليل، كانت مشيت بعيد بقى، ما كنتش ليه ما كنتش لقيتها، وكانت هربت من الساعه 3. الحمد لله ومليون مسا عليكم على العلم. اول ما حصل الموقف ده اتصلت بصاحبها وقلت له في كذا كذا كذا، وانا رايح المزرعه دلوقتي وهنباشر معاك، ودي حاجه كويسه يا جماعه، دي امانه تبقى في رقبتنا. كلبه زي دي كنت لازم نعوض صاحبها تعويض اللي هو يقول عليه، لان هربت. لكن لا قدر الله لو روح راحت او كلب تعبان ومات، دي مش بايدي ولا بايد حد، دي بايد ربنا. لكن كلبه هربت ده بيبقى لازم تجيب له حاجه مكانها، او لازم ان انت تعوضه بغيرها. يبقى دي معلومه لاي مزرعه كلاب، اي مزرعه كلاب، اي مركز تدريب، لو عندك كلب بتاع حد هرب انت مسؤول، هتتحاسب، تدفع حقه، تدفع قد حقه مرتين، وده تتحاسب بيه. مات عندك لا قدر الله بسبب مرض او مشكله، يبقى ده كده عند ربنا. صاحبه بقى يبقى يتوجه لربنا ويقول له الحمد لله. تمام. في بنود بنمشي عليها لازم نبقى محترمين البنود دي. بصوا يا جماعه، بصوا احنا راجعين مكان السلسله اهي، واحلى حاجه ان هي جرت والسلسله فيها. بصوا الباب عشان الباب عالي سنه، شوفوا عدت منين؟ عدت من هنا. بس احنا ما عندناش، عندنا لو عندنا جرو مطلوق يقعد طول الليل يحرس المزرعه، لكن دي عمرها ما هتحرس ولا هتعمل، كل تفكيرها كان الهروب. شوفوا السلسله الخط ده اهو. بصوا يا جماعه البوكس بتاعها اهو، البوكس بتاعها هي قطعت الليش، فكت الليش ونطت من هنا، طلعت من هنا مع ان في ميه والدنيا جوه تمام التمام، نطت من هنا عشان الدكر. اخوها اهو، اخوها قاعد